كده بنحب ان احنا نتكلم مع حضراتكم في احدث المستجدات على الساحة المصرية والاقليمية. ومبارح الحقيقة كان في حدث مهم، حيث استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص في زيارته الاولى لمصر بعد انتخابه. اللقاء الحقيقة شهد عقد مباحثات منفردة عقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، وثمن الرئيسان التطور المستمر في العلاقات المصرية القبرصية وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الصديقين من تقدم مطارد خلال السنوات الأخيرة على كافة الأصعدة، لا سيما في مجالات الطاقة من غاز طبيعي وربط كهربائي، فضلا عن مواقف الدعم المتبادلة في مختلف المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، وكذا التشاور المكثف حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك. هذا بالإضافة للاتفاق على تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان، واللي بتعد الحقيقة نموذجا يحتذى به في التنسيق والتشاور بين دول البحر المتوسط. ده مع تأكيد دلالة اختيار الرئيس القبرصي للقاهرة كوجهته الخارجية الأولى للمنطقة منذ انتخابه في شهر فبراير الماضي، وهو اللي بيعكس الحرص على استمرار الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين الصديقين على المستويين الرسمي والشعبي. كما تم التوافق بهذه المناسبة على تدشين منتدى أعمال مشترك بين الجانبين. والحقيقة وإحنا بنتكلم مع حضراتكم عن العلاقات المصرية القبرصية، فده يرجعنا لسنة 1960 مع بداية اعتراف مصر بالجمهورية القبرصية وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين. وطبعا يعني في روابط مشتركة وتاريخية وحضارة كبيرة بين مصر وقبرص، وطبعا الطابع الجغرافي والقرب كمان في دول البحر المتوسط كان ليها عامل كبير جدا. أما من يعني بنتكلم من 1960، ولكن من 2014 ومنذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية والعلاقات الحقيقة شهدت قوة كبيرة جدا جدا. بنتحدث عن آلية التعاون الثلاثي زي ما قلت لحضراتكم بين مصر وقبرص واليونان، واللي شهدت بنتكلم على عقد حوالي 9 اجتماعات في هذه الآلية لحد 2021. بنتحدث أيضا عن اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية، وكان ليها يعني أثر كبير جدا في اكتشافات الغاز الطبيعي اللي بتنعم به مصر حاليا في ظل أزمة عالمية للطاقة. بنتحدث عن علاقات اقتصادية كبيرة ومهمة واتفاقية تسييل الغاز الطبيعي ونقله من قبرص إلى مصر وتحديدا لإتكو. بنتحدث أيضا عن مبادرة إحياء الجذور، والمبادرة دي كانت مبادرة رئاسية مهمة جدا في 2017 أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحقيقة أنها كانت لفتة إنسانية كريمة جدا لأنها فيها كده روابط ومودة وروح إخاء وقوة مهمة جدا بين الشعبين. وأنا أتذكر أن احنا هنا في برنامجنا صباح البلد يعني رحنا للجالية القبرصية الموجودة في اسكندرية، وكان لنا العديد من اللقاءات، وكان مبادرة إحياء الجذور كان لها تأثير كبير جدا على الجالية القبرصية اللي موجودة واليونانية هنا في مصر، وأن هم كان قدامهم الفرصة أن هم يسافروا تاني بلدهم، ولكن هم اختاروا أن هم يعيشوا في مصر لأن هي بالنسبة لهم بلد تاني. فلو بنتكلم عن العلاقات فهي علاقات ممتدة وقوية، وأيضا هناك تقارب في وجهات النظر بين مصر وبين قبرص في إزاء بقى القضايا المشتركة والقضايا الإقليمية عموما. بنتحدث عن القضية الليبية، القضية الفلسطينية. أيضا كان في يعني من رئيس القبرصي الجديد نيكوس خريستودوليدس كان بيثمن جدا دور مصر وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة ملف الهجرة الغير شرعية. وبالمناسبة هو كان وزير خارجية قبل كده لقبرص، وكان في زيارات عديدة من قبله لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان زار قبرص عدة مرات. فكل التوفيق لسياسة بلدنا اللي بتتسم الحقيقة بالاعتدال والانضباط والرشد على كل المستويات في العالم أجمع.